هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء؟ يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جدي هريسه دوت صاحب محاجر هنا، ولا والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، حسمسم ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا، والا قتلتك. ده بنمثله فن هنا؟ اكيد فجر الاسلام. فجر الاسلام؟ بتصوروا فجر الاسلام؟ ونبي عم النجم. عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه؟ يا عم انا بقول لك انا عايز اتصور معاك، بقول لك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم انت واخده مفروش؟ كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ اللي من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج أنت اندمجت في الدور أوي كده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ في مندمج أوي ومحروق. أنا بسأله كلمتين، أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا، الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين الـ فين الـ فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ اه فين الكاميرات؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! لا بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج! وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج! خلي بالك لحسن ده انا بص اوعى 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 في الارض يا اوعى اركع يا ابني بص على جبالك كده وروح مطوعك وروح مع بعضك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنهض؟ يلا خلاص لقد عفيت عينك. عفوت عني؟ لقد عفنت عينك عينك. أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى فين؟ قول يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين اللي ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم. ولا بدا انت هذا بدا بدا يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. السلام عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول، أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقول لك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعرب يعني؟ نعم. لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ ولا أنا لا أفهم شيئا، سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. فعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر، وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثة أشهر؟ ليه والجمل ده كم سي سي؟ سي سي؟ لا أفهم شيئا، وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال؟ يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل هذه حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحك.
حقاً يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب إحنا هنا جدنا مصر الجديدة. نعم. نعم إيه؟ دي نعم دي بتاعت أنا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. إيه؟ ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، لا لا عم الحاج معانا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه. خش اركب اهو. خلاص يا عم أي حاجة؟ أبو غلات ست أمي بقى. هندو، إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هاريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمه، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكسائك، وإنه من المحتمل جداً، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزادن اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. لا، لا. السلام عليكم. أمتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، أنا نفسي ألاقي نقطة مية، أنا حينك بقى حطب. يبدو عليك التعب، من أين أتيت؟ لقد أتيت مشي من الحجاز. أتيت مشي من الحجاز. يجب أن تأكل يا هذا. يا عم إنك تهذي. يا سيدي أنا لا أفهم كلام أمك، أنا أريد أن ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه؟ يعني بواريك وقصص وكده ولا إيه؟ يا عم أنت ما بتردش عليها ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشيكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم
انت بتعرفوا على ايه ده؟ عمال يهفلط باي كلام. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي؟ اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس؟ نفضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها السادة، الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة اخرى. اللندي اللندي. والان سوف تستمعون للمبي. اصعد يا لمبي. ايوه اشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقت لنا. سمعونا سقفه من حبيب النبي بقى. اسامحك لا، اغفر لك لا، انا مش نبي ولا اله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح، ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص بخل بخل بخل. أما ده شفت بقى سيد الشاعر العظيم تعيان ولا إيه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فده روح كاتب المشعرة. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ أكيد طبعاً. هل هناك شعر المسلزيك؟ عذراً تقول لي نسيت اسمي، بص عفرتك لك وجهك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس؟ إنه ملبس حر، أكتبه ألبسه عندما أكتب الشعر. ولا إيه؟ إذن يا قوم يا قوم، إنني أعلن لكم أن الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي، ولو نسيته أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده انا ده الدينار من الكويت ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، هذا يوجد هنا مصرف صرافه. وما هي الصرافه؟ هو الشنش الشنش شنش العملات، مكتب صرافه زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. مرحبا 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 مرحبا. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم. تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام، تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأعلام، وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا.
ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم، بس أنا حضرت تصوير الفيلم في الـ في الـ في الـ في الجبل مع ال اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة، الله يعليك نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ما رايك في هذا؟ هذا انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد راجل بجلابيه؟ كلا ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا في ملكي اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان مانيكان، ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان، ده انت مختار نفس الشخصية، يخرب بيتك، بس هكمل معاك، ده مانيكان ده. واضح انه لا يعجبك. ما رأيك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل. وهو ايضا صناعة الشام، صناعة فاخرة. اين انت؟ صناعة فاخرة. بدور على الكاميرا، بس انت حافظ حلو قوي. صناعة فاخرة، تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها بعشرة دنانير فقط. نعم، عشرة درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة باتنين ونص. انزل على سوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك، وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب، هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار كثيره. ويحك، من هذا طلعت حرب؟ يا دي يخرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشتغل معاك برضه. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب، انت برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا. أيوة. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي، حلو قوي، ماشي، انني اوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني لك، حفظتك الالهه. حفظتك محافظه الهديه، ده انت كده بتشتري الزبون. قل لي بالله عليك. أيوة. من اين تلك الملابس؟ ما ديش الشنسات اللي انا بقول لك عليها، ده من عندي مول طلعت حرب. انه جيد جدا. لا وتلك القلاده من طلعت حرب ايضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوده، سعيد قطعوده ده بقى خد من عنده بقى ايه؟ احلى سلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعوا له؟ من قطع له؟ اريد ان البس. انتظر. يا عم بالراحة يا عم عليك. ما هو عبدي ما تندمكش ابو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وانت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي، النجوم بتتغير، خلي بالك. انه اسود وانا ابيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا، ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجومية. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكمبيرس بالذات، هتظبطني الدنيا ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تأكيد، تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس قيس الأول، مش يمكن تطلع ميكس مارشال ولا حاجة ولا أميديان؟ في الخلف، مع اقترب يا سيد، اقترب، صناعة الشام. أيوه، هنعمل بقى دي كده، أيوه، انزل. أيوه، اطلع تاني. بس وشك حلو قوي يا مصحف، انت داير والله ربنا هيكرمك، والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك. او المصحف خلي بالك، انت بس اهتم بوشك، وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. او المصحف ده ما تخافش كروز. كده انا بقيت منهم. يا رب نفسي القط الكاميرا. فين المخرج بقى؟ المخرج فين؟ فين المخرج بقى؟ عايز اقول بقى فين بقى؟ بقيت في وسط ال حلو قوي. الرحمة السيف البطار، السيف المسنون، والسيف المسموم. ده الساحر ده. يا رجال، يا رجال، السلام عليكم. عمت صباحا يا فتى. معلش انا
انا عارف ان انت بتصور بس حقطع الوهله اللي هي بتجيلك دي. عايز اسعد فين فين مهروس؟ مهروس اين مهروس؟ تقصد هريس ابن ابي المهروس؟ ايوه. اين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال انه ذاهب لسوق الجواري. واين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ ايوه. تقصد سوق الجواري؟ ايوه. اين نقع بقى؟ تريدني ان ادلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم. ده بص مفيش اكتر من الدرينين. احسن تقول ان احنا بدنا نلم ابو الجدعانه يا عمنا. بس انت وطردنا على المخرج هتبقى جدعانه قوي. مخرج؟ ايوه. خد امسك اهو. واثنين ده واثنين نصين درهم. ايوه درهم. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل ان سوق الجواري. ايوه. خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف ولن ادعك تمر من امامي قبل ان تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك ده انت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين اين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى. اللهم نهارش بقى. بماذا بكم ما هذا؟ انه سيف مسموم. ايوه. وما هذا؟ انه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويله حربه. ايوه. لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندكش كذلك؟ كذلك؟ كذلك بتاعت التشفيه كده او حتى قرن كده. انا بعز القرن قوي. لكنتك غريبه يا فتى. بكم هذه السنجة؟ انه سيف. ايوه ايوه. بكم هذا السيف؟ من اجل لكنتك الغريبه. ايوه. بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما في كل حته بيبقى بسبعه درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعده وفرشين وكل حاجه بقى اللي انت عايزه بقى. كذلك وسافوريا من اللي هي الصغيره دي، عارفها سافوريا؟ وحاجات الغاز كده بيدوها كده. لازم انت تهود عشان قدر تجر رجل زبون. فعلها خزاعه وضرب الاسعار في السوق. واللاتي والعزى يا خزاعه لن ادعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعه. امين ولا ايه يا عم الحاج؟ خذ. امين هو لك. امين ازاي يا عم الحاج؟ ولكن اعلم انك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد. ولم تعطيني دينار. انا الليمبي صيع. انا الليمبي صيع. ده كده اتنين خمسه كده يبقى سبعه تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها الليمبي؟ يا ابن الجنيه ده انت بص هيساعدوك في الدور الجاي. هيدوك دور جامد قوي من مصر. بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجه. السيوف السيف البطار. السيف البطار. فين الكاميرات يا ابا؟ الكاميرات فين؟ امشي في الحته دي ولا انا اخد انا زاويه؟ اهلا. احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسال عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. يا بنت ايه ده انت؟ بص ده انت عايشه الشخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عاملين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم. ده عباس العقاد ده. عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول. ما هذه اللغوه؟ تعال. هيا بنا ساروي لك حكايه في الداخل. في الداخل. تعال يا بنت ليه حافظه الدور؟ مين
الديكور ده الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجي سونا. تظهر بس العيال هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده المهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رايك؟ هذه خيمتي. ايوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي ام كلثوم. هذه خيمتي وحلم حلو لي. هو ده. اعني ان هذه الخيمه هي لاسعاد الرجال وامتاعهم. زاد فن زاد فن. لا تقلق بمبلغ زهيد. زاد فن زاد فن. انها للرجال الاقوياء. الاقوياء مثلك من ساده قريش. يعني انا شايف انه كل ما قابل حد يقول لي قريش قريش فهي دايما كررها في السيناريو كتير. يعني الاستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمه قريش؟ يبدو انك غريب ومن قبيله غريبه وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو النبي قريش المفتاح يبقى المفتاح والباب اللي ورثه دي بقى ده بجد بقى يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي قريش يا نهار اسود. وليل كموش البحر ارخى سدوله. يا عم عرض لنا بقى في حته بقى هتقعد ارخى بالورول. وده شعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك. اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمط بصلبه. ايوه. واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى. بصبح وما الاصباح الا بامثلي. بخن بخن شعر جميل. بخن بخن جميل. هنا ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعتق. هنا لا شيء. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. هو انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه وحياته ولدك؟ يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين احنا بدل من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. نحن فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة أبوك. طب أنا أروح من هنا سوق الجوار إزاي؟ إنه بعيد وتحتاج إلى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل حمار اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقول لي سيدة قريش. أنا سيدة قريش. في الاخر عندك حته حمار موجود بره وساده ومش ساده. طب ادوكوا ايه؟ طب ما تيجوا نلعب لعبه كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي ها اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. مولك خلاص. والناحيه الثانيه اسمها ايه؟ كتابه. كتابه كتابه. يبقى دي ايه مولك؟ ها مولك. دي ايه مولك؟ مولك. ودي
كتابة. وانا حطير فوق واغنيها وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ هوبا. انت تقول ايه؟ ملك. اذا انا كتابة. انت تكسب وانت تخسر عشان انت قلت ملك وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب انا ايضا. عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان، نلعب على رهان بقى. خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ ملك. ملك خلاص؟ وانا هختار الكتابة. خلاص؟ ملك وكتابة. وهو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة. وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب. ماشي؟ هو قال مالك. ماشي اهو. لا لا، والثعبان الطائر ده انت كنت ميزه ملك. يا وحي يا وحي. انها كتابه. لقد كسبت الحمار. هيا 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 اركب عليه الحمار. مزت ماذا تفعل يا رجل؟ إنه ليس حماري، حماري بالخارج. للراجل يا ده مش الحمار وقعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم مش واخد بالي. اعطيني سيفي؟ هذا السيف. ايوه الحمار. هيا هيا. ايوه اتبعني. انا هو هذا هو حماري. ايوه فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل تصحبك السلامة. تصحبك اللعنة. هيا 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 يا كلام هيا هيا يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار كده. قلنا يمين يمين تاني. يلا لقد وصلنا إلى ملمى البصل. ها هيا يلا. ها شمال بقى شمال بقى شمال من هنا كده شمال من هنا. انت حمار خش يا شمال كده على طول. يلا ايوه. السلام عليكم يا اخوان. مع السلام عليكم. ايه السلام عليكم. اليكم طرة مزاد اليوم جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة. من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار. أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار. أنت بتتكلم على ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة. إذن 500 دينار. 500 دينار. حقا يا سيدي 500 دينار. و15. ايوه دي ست بان عليها بان عليها بنت ناس و ومش عارف ايه. بان عليها بنت ناس ومش رشه ولا اي حاجه. انها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للالهه انا لا اصدق عيناي. 500 دينار في ابنه اخي. صدق انك راجل واطي قوي. في حد انت دي بنت اخوك دي؟ اجل بنت اخي. اشل ومش مكسوف؟ من اي عائلة واطية حاضر انت؟ انني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده انت عريتنا في وسط الكفار. هل سيزيد احدكم على 500 دينار؟ انا بونا. اذا حلال لك. لا خلاص خلاص ما تعيطيش بقى. خلاص انا مش انا بص انا هشتريكي وهسيبك تفرحي. خلاص ماشي. انت اسمك ايه؟
هند. اسمك ايه؟ هند. طب بصي يا هنوده، انا روحي اذهبي، فانت فرحانه، فانت ايه؟ عطلانه، فانت ايه؟ حره، انت حره. شكرا لك، لقد انقذت حياتي. امال ايه؟ انا مدينه لك بحياتي يا سيد. يا ذنبي. يا سيد لمبي. ايوه. من اي قبيله انت يا سيد لمبي؟ أيوة. لاحرر لك الصخ. صخ؟ ايه صخ ده؟ الصك. هذا الرجل من بني الحارس، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وان من بني السويف. اتقصد انك لست من اي عشيره؟ اذا انت لست من الساده. لا عم ساده ايه وبحليب ايه؟ مش ناقصه وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. اوعى يا عم الحاج، اوعى اوعى. ده انا غزلكم هبل بتاعكم ده، ده انا اللمبي ملوش كتع غيار يا عم الحاج. طب لا اله الا الله، الله اكبر يا كفار عليك يا جماعه. لا اله الا الله، الله اكبر. ايه الحال؟ الله يا عم يا عم عريسه. زينب يا عم الحاج، عملت الحديده. لا اله الا الله، يا محمد رسول الله. صهن صهن ايها العبد. يا عم صاحين ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزلكم هبل بتاعكم ده؟ اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد. ايه ده ابو لهب ده ولا ايه؟ ابو لهب؟ ايوه ابو لهب. اوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك ان تذم نفسك قبل ان اعملها معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول، بلا ماذا بقول. الله، ايه يا عم الحاج انت ايه؟ هو سكتنا له دخل بحماره ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه، مالكش ارضيه عند البني ادمين، لا في الشيك ولا في الشعبي. لهجتك غريبه جدا. اذا سأشتري العبد والجارية وهذا الرجل أيضاً ب1500 دينار. إنني لا أعرفه، ولقد كنت أبيع ابنة أخي. يا جدي أنا أعرفه يا عم. أنت أبو لهب؟ أنا عارفه. إيه يا عمو؟ ده إحنا قرايب يا عم. ده هريسة، ده مضيع النسوان بتاعت العيلة كلها. حلال عليك، سأحرر لك الصك في الحال. خذ هذا. أيوه، وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن أصله وفصله من فين؟ صاحن يا عبد السوق، لا تتطاول على أسيادك، إنه سيد قبيلة بني زرزور. قلت لك. قلت لك؟ إيه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا إيه؟ صاحن يا عبد السوق. يعني ولا صاحن بلا 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 بلا. تبلوهم. إيه تبلوهم دي؟ يعني إيه تبلوهم؟ أنا ما تبلش أنا عشان أتشوي يا عم الحاج. أوعى أوعى يا عم أنت. لا يا عم الحاج، مش اللمب اللي يتحط على الجريل. ايه؟ اوعى يا عم الحاج، اللمب ما يتسويش ابدا. ايه يا جدعان؟ ابويا حتى لا ياخذونك ويعذبونك. هو ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك؟ انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه ده هيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه؟ الحجر ده؟ صهن ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ هي الساعة كام دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ ايه ماذا تقول؟ عايز اجيب سجاير. انا اجيب سجاير منين دلوقتي انا؟ اصمت يا العبد، انك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولاي. ان الليمبي شاعر مخضرم خبير بالقوافي، يتلاعب بالكلمات، يتنقل بين مفرداتها ومرادفاتها كما يتنقل العصفور بين الأغصان. يعرف من بحور الشعر ما لم نسمع به من قبل، ولقد سحرنا بالأمس بقصيدته الرائعة دموع التمساح. مرحبا مرحبا مرحبا. بخن
بخن بخن بخن. لقد سمعت أنه يصول ويجول بحصانه كالفراشة ويضرب بسيفه كالنحلة. نعم، وقد سمعت يصرخ فيهم قائلا أنا من الألعة. ألعة؟ ما هي الألعة؟ لا أدري. سمعت أن الليمبية من قبيلة مهابة شديدة الركن. إذن سيأتون لإنقاذه. أخشى نادرا. فلترحمنا الآلهة. بالراحة عليها يا عم، بالراحة يا عم الكلب. الله يصعبنا عليا أنت قوي قوي والله. أعملك كده يا عم. أنت بتضحك كمان؟ أبكي أبكي. تبكي تبكي؟ ده أنت هتخش النار راكب ريس. وهيقطعوا فيك تذاكر ويتفرجوا عليك. ما هي التذاكر؟ يا عم اقعد بقى التذاكر. اقعد صايب الكون. خسرتك يا لمبي، أنت خدتي أسير. أنت خدتي أسير يا لمبي. خدوك أسير يا لمبي. يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجة؟ ربطنا كده ليه؟ أنا عايز أفهم. اصمت! اصمت أيها العبد الحقير. طوال الطريق هو أنت تثرثر في لغو فارغ. أنا اللي مثرثر برضه؟ ده أنتوا العشيرة كلها مثرثرة. أصل دي يا زميل مش أخلاق كفار. يعني ينفع تربطنا كده؟ يعني خدت مننا الحمار وما كلمناش، ورحت واخد مننا السنجة وبرضك ما كلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل ايه احنا بقى؟ شش، اصمت ايها الابله. انت الان عبد عبيده، من حقه ان يجلدك ويحرقك ويقتلك. ليه عم يقتل مين ويسنك مين ويحرق مين؟ هو ايه؟ ودي هيصة ولا ايه؟ طب بس كده هو بس يفكني قتما عظما، اروح ظرفه دماغ في نص تفاحة ادم، انزل من ودنه دي تفاحه ناحية تانية فيكها. انت ايها العبد فك قيودهم. انا مش قصدي، انا كنت بكلم عليه هو على فكرة. يعني انما انت حب السمر منين؟ ها؟ انا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكة؟ عارفه؟ ولا ابراهيم من المجنة؟ تعرفهم؟ مش عارفهم انت. شفتك قاعد معاهم انا. البرابريتس ده مش غريب عليا. يا هذا الحبشة، انت شكلك من الحبشة. جيش الملك نعنان. اما الان فلتذهب الجارية الى الحريم. أمرك يا مولاي. يا عم أمك قلت طب كده يا عم هريسة. صاحبتك السلامة. صاحبتك السلامة؟ أنت بتودع كلب عندك؟ أيوة صاحبتك السلامة. هو بصد كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حتة تانية. ده نو قميص النوم يا سيدتي، يا سيدي. قميص النوم؟ أيوة. أما أنتم فلتذهبوا لخدمة الآلهة. هذا شرف لنا. إيه شرف لنا؟ ما هنعمل إيه في خدمة الآلهة؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الإله؟ ماذا يعني أشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني أشطفه؟ ماذا؟ أنت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. سامسون خذوهم. لا لا أيوه بالراحة يا عم، بالراحة. أيوه. أما لو مش شبه الكلب هتعمل إيه؟ أنت أيها العبد الحقير تعال. إذن فلتذهب أنت الآن. انظروا يا رجال إلى هذا السيف، إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي يصارع به الأسود. كانوا أسدين بل ثلاثة أسود، وإذ فجأة ظهر الفارس الليمبي وصرخ فيهم صرخة مدوية، فإذا بالأسود الأربعة تتحول إلى فئران. لقد سمعت أنه يأكل خروفين على العشاء. إذن
لو استمر على هذا الوضع فسوف يقضي على القطيع الموجود بمكة، وستحدث مجاعة، ولن يجد صانع هذا السيوف ما يأكله، فسوف يأكلنا. هيا رجال، من يريد أن يشتري هذا السيف؟ إنه مثل سيف الفارس الليمبي، والذي قضى به وبضربة واحدة على 5 أسود. إن الليمبي ساحر بالتأكيد، وقد قام بتعليمنا بعضا من ألعاب السحرية. أجل، وقد أعطيته حماري هدية لنتجنب شر السحر. إنما أنت ما قلتليش يا عموه، ما قلتليش أنت ليه بتشتغل عند الناس اللي هم الكفار الوثنجية دول؟ ما لقيتش ناس كده حلوين كده طيبين موحدين بالله كده تشتغل عندهم؟ يا لمبي يا ولدي، أيوة، نحن العبيد لا نملك حرية الاختيار فيما نريد، وكما يقولون اربط الجمل أينما يريد صاحبه. الجمل؟ يعني لحد ما وصلت لنا احنا بقت حمار، يعني انت ما بتعبدش ابو منا ده؟ هكذا وجدت ابائي واجدادي واجداد اجدادي. ايه يا عم في ايه؟ انت تفكرني عمال، لماذا يا عم تفكر ان انا اصيع عليك؟ لماذا؟ انا لا افهم ما تقول. ايوه، ما هذا هو الدليل، ان انت مش فاهم وانا مش فاهم. ورث العيلة بتاع عيلة أبو هريسة الموروث كلها إنهم ما بيفهموش بعض، لا أنت فاهم بقي ولا أنا لن أفهم بقك، وده دليل الغباوة اللي هو ورث العيلة في غباوة. بص، انظر لتلك الذبيبة، انظر كل تلك الذبيبة. الذبابة الحمراء. الذبابة الحمراء، تلك الذبابة الموجودة على كتف كل رجال بني مهروس. أيوة، وأنا كمان. ولكن من أي فرع من أفرع العائلة أنت؟ أنا عفيت جد 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 جدك. سأصدقك القول. أيوة، لقد أخبرني أحد قارئ الطالع، أيوة، بأنني سألتقي بشخص من العائلة، ولكن في زمن غير ذي زمن. في زمن غير ذي زمن إزاي يعني؟ فين الكنز؟ الكنز. ايوه الكنز. يا ايوه، ارجع كده بالذاكره، كده ارجع بالذاكره لمدارس قريش في الكفار زمان، ارجع وافتكر. بالطبع. أيوة، بالطبع الكنز موجود. أيوة، ولكن ابي قد اخبرني الا اخبر به احدا حتى ادخل في النزع الاخير. طب والنزع الاخير ده هيجي امتى؟ الإله وحده يعلم. يا عم ده قاعد بيحشش، انت بتقلق ايه؟ ده انت بتعبد صخرة؟ ما تعبد اي حاجة تالي في المقطة غير دي. ماذا؟ فين الكنز؟ في الحقيقة انا لا استطيع ان اخالف وصية ابي، انتظرني حتى احتضر. يعني ايه تحضر يعني؟ يعني انا عايز اعرف انت يعني ايه تحضر عشان انا اعرف منك مكان الكنز؟ ادب ايدك اجيب زورك من جوه ولا غوزك؟ يا عم الكنز فين؟ ابص ايدك. عذبت مولاتي تريدك. ايه؟ مولاتي تريدك. مولاتك مين؟ مولاتي كليبة. كليبة؟ كليبة. تا تا دي من الأردن دي ولا ايه؟ تا من الأردنية. بقول لك ايه؟ انت افتكر فين الكنز؟ لحد انا ما اروح لكليبة اشوف عايزة مني ايه؟ ها؟ وجري لك. بقولك ايه، وليه هنا بقى قعدت الهوا دول الضم دول كده دول ليه منتشرين كده في قلب المنطقه بتاع كوريتش؟ نحن الكفار يا لمبي. ايوه، اول من صدرناها. الراجل ده بيغيب فجاه كده عن الوعي. يا بنت بتاعت الكلاب. لا تتلكا يا لمبي. حاضر يا اسطى. بتريل كمان. كم أنت جميلة أيتها الجارية، يا لروعتك. هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني أم يريد شيئا آخر؟ أريد شيئا آخر، لا أريد أشياء أخرى.
يا ابن معفنة. أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك. وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي. وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص؟ سأقول لك إنني أجيد تعليم الرقص. لمبي لمبي أغثني يا لمبي لمبي. كيف تجرؤ على فعل؟ يا عم عبد، أغثني يا لمبي. يا بنت من أخذ، أنا غوطي يا لمبي. يا بنت من أخذ من حد هنا لحد الآن. لمبي أغثني يا لمبي. ما هو يا بنت ما هو معاف، مش أنا قلت لك وعاف؟ مش أنا قلت لك وعاف؟ ويا حق الله، عملنا كده الواد البنت ده، الواد ده البنت. لقد حاول تقبيلي. نعم حاول تقبيلي. يا بنت ما تقولي عمل، انت مش معتنى عشان العمل تقبيلي. وده كده بقى كابتن زيتون. ولكنني قاومته وبشده. برافو عليك يا بنت رجوله. ليه كده؟ انت مالكش اخوات بنات كفار؟ انا لا افهمك. انها جاريتي ومن حقي ان اتمتع بها واقبلها. ايه قبلها جدي؟ يعني ايه قبلها؟ قلت لك تاني. هي مرة واحدة يا لمبي. مرة واحدة يا كذاب، انت هتقول بص بتقول اتنين تاني تاني. وبعدين بقى انا هقول لك على حاجة، ما الراجل ده برضك عنده حق، انت عندك حق. لماذا هذا؟ لانك انت من حقك ان انت تبوسنا معا الاتنين، لان احنا عبيد عندك، فيجب ان احنا نبوسك ويبوسنا. ايوه ماذا تقول يا لمبي؟ ايوه يبوسنا، ولازم تبدا بالبوس من عندي انا، هذا البوك. لا افهمك. من انا حقك على انا حبوسك انا، على حقك. وشايف ايه؟ ايه يا عم؟ هو شايف ارواح ولا ايه؟ انا فعلت يا لمبي انه زيتون. زيتون على نفسه يا هيصه ولا ايه؟ سيقتلوننا. يا بنت اقتلني يا بنت، واحده لازم تبقي في حمايتي. سيعذبوننا. يعذبوا اللمبي؟ اللمبي بتاع الشعاوه والحركات ده انا اللي كده يا بنت. سيمزقوننا يا لمبي. يا بنت يا بنت بنت، انت هتخطفني ليه؟ ومصيبتهم. يا بنت انت يا بنت ما بالراحه. طيب وانا سيقتلك يا لمبي. أوقفوا الغناء والرقص. أظن أنكم جميعا يا سادة قريش قد أسرتم من وراء قوافل التجارة، وأظن أنه قد بلغكم أن هناك لص قاطع طريق يدعى الأشرم البطار، ينهب القوافل ويقتل الرجال ويسبي النساء والأطفال، وهذا يضر بمصالحنا جميعا. أنا على استعداد أن أدفع نصف ما أملك، لا بل ربع ما أملك، كي نتخلص من هذا الأشرم. وأنا من الآن سوف أنظم الشعر في ذلك الأشرم وسأهجوه حتى يرجع عما هو فيه. الأشرم لن يرجع عما هو فيه ولو هجوته 100 عام. أجل، إنه قاتل عربيد. واللات والعزة، ليس لنا سبيل إلا الدعاء والكرابين. ما تقوله يصلح للجواري والعبيد. ليتني كنت رجلا حتى أذهب إليه بنفسي. إنه بشع ليس في قلبه رحمة. وما الحل يا ترى؟ لا يوجد حل إلا أن نقتله. إنه يحتمي برجاله. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل رجاله. كلا البتة، إنهم مجرمون ولا قلوب لديهم، وليس لنا أن نخاطر بأرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل معركة خاسرة. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا ونستريح. ولما لا نبحث عن طريق آخر للقوافل؟ جواسيسه سينقلون إلي خط السير الجديد وسيعود لنا بالقوافل. إذن لا يوجد حل. نعم لا يوجد حل. تباً لا يوجد حل. أنا لدي الحل. إذن يوجد حل. تكلمي يا كليبة، ماذا لديك؟ نرسل له عبدا من العبيد الأقوياء المشهود لهم من الجميع،
فإذا قتل الأشرم كفانا شره، وإذا مات فهو عبد لا قيمة له، ولن نخسر شيئا. ونعم الرأي يا مولاتي. وهل يجيد العبيد القتال؟ في الآونة الأخيرة ذاع صيت ذلك العبد لدى بني زرزور. ما اسمه؟ أتقصدين الليمبي؟ الليمبي، يقولون إنه مقاتل ماهر. لقد سمعت عنه الكثير، وأوافق على رأيك يا كليبة. الحل هو الليمبي. الرأي رأيك يا كليبة. إذن لا يوجد حل إلا الليمبي. يا رجال، فلنشرب نغب هذا الحل السديد. انت نمتي؟ هنودة، اعطيني كوبلة. لمبي، نحن في ورطة. بنتي ورطة ايه وربطة ايه؟ احنا اعطيني كوبلة. ده ايه عفريت ده ازاي؟ سيد زيتون. يا هريسة، خادمك المطيع. شفت بقى خدام عنده؟ اعطيني الصوت. ملقوع في الزيت والفلفل الحار. جسوس، شفت جسوس؟ سأظل أدرى. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ أنا كده هتضرب تحسوبا يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لا لا، أخذني يا لمبي. أخذني يا لمبي يا ست، ما أنا لازق جنبك أهو في الشجرة. وبعدين بقى يا جماعة، حد كلم لنا مأمور اسم قريش ولا حاجة؟ أتريد الماء يا لمبي؟ أبو الواجب. أنا أبو أمك. اسأل هذه الفتاة. اسأل يلا. سهم يا لمبي. أيوة أنا. اسأل. يا عمي أنت عملت صفقة بالنخلة وسايبنا إحنا ليه طيب كده؟ الله. أغثني يا لمبي. أغثك؟ أنت اللي كنت ممكن تغثينا. إيه يعني ما كان هيطلب قبلة. قبلة وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يا نفي اللي هو عايزه. ما قلت لك مش عارف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهني من بطنك؟ انا لم اقل شيئا. الاصوات قادمه من بعيد. الاصوات قادمه من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حنايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبه ولن ينقذنا منها الا الليمبي. اجل، ولن ينقذنا الا هذا الشاعر العظيم. ايوه انا شاعر، انا هو بنشعر في قصايد بينا يعني بحترمنا. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حمايه بعوضه. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن أنت شوية بقى يا حاج زيتون، وحتى لو حللني وثاقي، أنا ما روحش أغرب نفسي أنا وأروح أتخني في منطقة غير منطقتي. أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ من واقف هنا اهو بتزل باحترامي. انت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ اجل، فانت خير الرجال. عذابت اني اشعر بالغير عليك يا لمبي. انهم النساء ميصات. اعطوني قبلة لمبي. لا يوجد امامك خيار اخر يا زيدون، اما ان تحل وثاقه او سنقاطع تجارتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل، حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر. حل وثاقة. هذا يا جسوس، يا جسوس، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اضطرت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. أيوة. لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي، أغثني
انت يعني هتعود تمضيها كل شويه. اللهم انا جنبك اهو. الان نريدك ان تذهب للقاء الاشرم بين الجبلين. ونروح اشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي الميه ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما سالش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خيخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ينفخ في خده. بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا اصبح للعبد شروط. ها، الشرط الاول اشرب ميه. اسقيه يا سيد زيدون. اه لقد قال لك العفريت اسقيه، هذا العفريت الساحر. هات الماء. نبيه اغثني بس 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 بس. ايه ده؟ جمله منيله اللي حفظها. هل من طلبات اخرى؟ اشل، انا عايز اريد ان يعتقنا انا وهندوده. موافقون. وانا جدك يا لمبي. الان شدي، والاول كنت تمشي بجانب الحيط. اجعلهم يعتقونني وسادلك على مكان الكنز. حقيقه اوعى تكذب. ها حقيقه. خلاص، واريد ان اعتق هريسه. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. واريد الحمار. موافقون. واريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعه للبط، مزرعه في بط في اغوار الصحراء جوه. وانا عايز اسالك سؤال يا عم هريسه، هو انت ليه لما بتشوف خلطه اللي جابه امي يعني بترسم على وشي علامه استفهام وتقعد تسال؟ فانت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحره دي كلها؟ ها ده الواحد لو خد له هنا بتاع قراتين ثلاثه كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنه كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملالين. اه والله، واحتمال تتعمل كيمباوند، تعمل فيها كيمباوند. اما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال؟ يا نضار يا قطاع يا قطاع، شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامه عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب الى هذا المكان الموحش؟ يا حج ارجوك هتوصل اليك. انا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وارض، فقول لي بقى بالراحه كده عشان خاطر انت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لا. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قل لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحة بان عليك إن الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد، طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركه يا حاج، كلك بركه. مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك، أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر؟ يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا مخلصين على الصراصير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك
عند الجبلين. إنني أعلم جيداً إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي مشكرين على التحذير، مشكرين على التحذير. أني أنا أذهب هناك، أذهب هناك بين الجبلين. كيفك؟ ما دمت مصر أيوة سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل. أيوة. ثم يمينا ثم يسارا. ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل. وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابو مصر ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة يلا يا جدعان. لهجتك غريبة يا رجل، لهجتك غريبة، لهجتك غريبة، حفظك الله. عماه 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 مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبيو؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا الانتقام من الليمبي، وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. خفضتك الآلهة يا الليمبي. لا تقلقي يا هندو، فقد يستطيع الليمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا الليمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. نحمل ايه؟ الراجل ده، الراجل ده عتاول الخيمة ده بيسوق الخيمة ولا ايه؟ ايه المطوى فين؟ المطوى تخيل، تخيل امي ايه المطوى ايه؟ ياه لندي، بالرجال في قبيلة مستنياك. عشان عليك رحمة. يا خيمة ما جابتش راجل وتخيب فيها في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعال يا عم الحاج طول اصل الرجل. اوعى يا عم الحاج. أنت يا رجل ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت من يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا مدلش علينا؟ اصحى يا! كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم في الأشرم منه، وأنا جاي النهاردة بوكس أنا هشرم أمك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه أبدا. يابا تقصيعة يابا يا!
بطل سياحة تعملنا فيها بلطاجة وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. قالك اللمبي اللمبي اللي لا ينزل الوجار ولا تتفلوا نار وامك في العش ولا طار. يا انت مجنون؟ انا لا افهم ما تقول. اقول لك انني قبلتك عليك الان وانت الان عبد لي ومن حقي ان انا اقبلك من بوعك. لا 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 انا لست امرأة وهذا كل ما املك. أيوة. ارجوك صدقني. أيوة. سيعياد عليا يا ياد سيعياد. بص انا هاخد بعضي ها واجيب كفار قريش هم اللي يتصرفوا معاك، وطبعا دول انت عارفهم لو لاحظ فيهم بات من غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو واولاده هم. يا جمل هتفهم؟ لا 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 الا كفار قريش الا كفار قريش انهم اشرار. ما انت كمان اشر من الشريرين يا. لا لا انا لست شريرا، ما هي الا سمعه. انا رجل صالح صالح. حشد الزبيبة لحسن. بس ده نعنية انها مش عارف اشوف من الزبيبة. واتقوا الله اكبر عليك. هما كلمتين ورد غطاهم هقولهم لك في ودنك. ممكن تقترب؟ اريد. تعال تعال. انتظر لحظة لحظة واحدة. ابويا لا تسلمني إلى آل قريش، إنهم أشرار، ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال، تعال. أرجوك، تعال. أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك، بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على أساس إن أنا أقولهم إن أنا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هذا خاتم. تفضل، تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد اثنين ثلاثة اجري جري. تفضل. يلا تفضل. يلا تفضل. انت لسه هنا؟ اجري. انا اجري سأذهب ولن اعود الى مرة اخرى. المياتر والعطشان وطفي نار القربة. هذا هو خاتم الأشرم. أيوة. الذي انتصر عليه اللمبي البطل. أيوة. الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة. وديارنا. اليوم يومك يا لمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة الله. مرحى 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 بيك أبو منة. أبو منة على دماغي ربنا يخليك. أبو منة حبيبي والنبي مردود لك في فرح بنتك إن شاء الله. بص بقى مخدرات ومية هتبقى نازلة يعني عشان كفار كفار يعني منها على جهنم. إيه يا عمو؟ ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى. يا قوم. ايوه يا قوم. ما هم قاعدين ما تخلص. اللمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم اللمبي بن باني مهروس. عمه عمه. لا لا بقى قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. يا عمو هو كل شويه الراجل ده طالع 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 ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع. ايوه. انني ساحتضر يوم زفاف ابنة أخي هند، وعليك أن تسارع بطلب يدها. أيوة. ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ إيه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني طب أنا عايز أتجوزها بعمل إيه؟ يا قوم. أوه. سأخدمك سأخدمك. هتخدمني إيه بس؟ سأخدمك. يا قوم لقد طلب مني اللمبي الآن. أيوة. يد هند ابنة أخي، ولكنني لم أرد عليه وسأسأل هند. يا عم لن أرد عليك إيه وأنا بكلمك في النبيض؟ سيبني أنا أزيع هذه الفكرة. يا كون يا أيها الكفرة الفجرة
انني طلبت ايد الاناثه هند وسنتزوجك سنتزوجك وصدق صدق صلي النبي صلي صلي ما يصلي صلي ابو رمضان صلي امه الهديه صلي عالقدر 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 فرخه بعدت عالقدر اديك قاطرها عالقدر شيلينين 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 وقع مني شيلينين الحسه دي هي شيلينين دوروا معايا بنتك حلوه إنه يشكل خطراً شديداً على آلهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من أغاني، إنه يثير علينا عبيدنا. صبراً يا زيدون صبراً. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز عريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. اوعد يا هن امزح معك افاجئك امزح معك افاجئك اسمها بخ بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا بخن ابن عماه. ايه ده؟ يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك، ولكني اتفقت مع اننا سنتنازل ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند؟ نعم يا عماه، لقد دعاني للخروج. شايفة رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عماء سأخذ هنودة ونتنازنة قليلا بالخارج. أيوة طول الشباب بقى، وانت عارف بقى وحركات بقى وشيطان شاطر وانت سيدي الكفريد معارف. حسن حسن حسن، ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر نتأخر، لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في سكر قريش؟ أم تريد خيمة على المحارة؟ أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأي هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع، قل ما عندك. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة، هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفرح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة، ولكن لا تتأخر. شفت صوته الراجل ده ينفع مؤذن، خلي بالك. يعني نتكلم عند عضونا البعض احنا الاثنين، حس ان انت مش مفهم، مش فاهم منفذ بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك، أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام ما أنا كنت بكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتداوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي؟ نعم. أيوه نعم. أغثني بالله عليك. يا أخي بطلوا بقى، وسخ بقى، ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا لبي، إنه عبده. عبده؟ ماشي، مش كلنا عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بنا لا تفعل ذلك. فاخد بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي آخدك كده على كورنيش. لبي سخير عم عبده، كان نفسي آخدك بقى على المقطم كده وأفرجك الميعادي. ها واخدك على الدائره اللي اتسبب بالليل انا وانت. بس واضح ان هنا مفيش خرطه طريق.
المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. أغفرلك لا، أنا مش نبي ولا إله. يا حرامي يا حرامي سؤاقة حرامي، ده سر الشعرية بتاعتي. هي لمبي أكمل أكمل حديثك، أحب أسمعك تتكلم. طب احنا دلوقتي بقى نريد بقى ان انا ايه عايز اتكلم معاكي في المستفيد، ماشي؟ عشان يبقى ايه، يبقى خير في سلامه، وخدي لي ايه بقى، خدي لي ايه بقى، ماذا؟ سلامه في خير، وخدي لي خير في سلامه. حسنا فهمت. كلما تقول شيئا يجب ان ارد لك بنفس الوزن والقافيه. كلام شمير، كلام شمير، يعني خير في سلامه وسلامه في خير. حلو قوي. دلوقتي بقى انا رحت لعمه هريتا واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق، بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعمل ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من ايدي زيدون اللئيم وانقذتني من ان اكون له اما. ونجوت من الاشرم وعدت لنا سليم. ايوه انت هتتجوزيني انا هتجوز الاشرم. بالطبع يا لمبي. ايوه. او كيف ارفض، او كيف ارفض يا ابن الكرام الطيبين، او كيف ارفض يا ابن الحسن المحسنين، أو كيف أرفض أرفض أرفض. إيه يا بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي. والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى أنا عايز إيه أعرف النظام عندكم إيه بقى؟ عشان خاطر إيه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بينا وبين بعضينا، ها؟ يبقى أنا عارف إيه اللي ليا واللي عليكم، خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وأنا سأعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين وانتوا هتجيبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها، اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترمي؟ طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالي انا؟ لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندي يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تكلكلكي، لا تتكلكلكي، لانني قد اعطيت عموكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها؟ يبقى طبيعي، او بومبا، ها؟ تكون في اذن صرف قلب الخيمه كده، يعني الدخله مهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارفة الدخلة؟ نعم أعرف. كنت بتزهق مع شباب كوريج وكده. كل ما أعرفه أيوة أن الزوج والزوجة أيوة يجلسوا وحدهم داخل الخيمة أيوة ويجب عليهم إحضار طفل. عارف الطفل بيجي إزاي؟ لا أعرف. أنا أعرف الطفل بيجي إزاي، ولكني سمعت من بعض النسوة أن الزوج والزوجة يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة، أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة أيوة قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده، الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق، حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني أيوة وأنجب طفلنا. تنجلب هي الطفل ازاي؟ تنتفخ فيها بطني وانجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت تنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسة قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم. الزعرب طعام زعرب ينفخ ويجيب عيل؟ نعم عمي هريسة، امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ تحرجني لمبي الزهره. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم في شويه خضار. طب بص بقى، انت مش عمك هريسه جه من زعرب واحد؟ ها؟ امك جابته من زعرب واحد، انا عاجلك في بيت الدخله معايا الزعربين. لمبي لمبي ايه؟ ده انت طلعتي
انظر يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انظري 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 الى الكرم. نو نظرك بالكرم. اتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. ايوه ايوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. اسد كرم انه معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي اجيب لك حاجه معايا داخل بيدي فاضيه كده، بس ما لقيتش قدامي بقى غير اصنام وبلح، وانا لا بقبل الاصنام ولا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. ايوه. ولا يجب ان تحضر اشياء معك، فانت مقبل على زواج والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنوده. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عمو انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانه اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهه. الهه؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبه بخمسه جنيه وبناخد عليه حمار هديه كمان. وما هي الخمسه جنيه؟ عباره عن درانا واحد. الدران هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى، ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوه. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوه. ولكني أعدك. أيوه. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ في مبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزاني؟ لقد كنت اضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، طب سمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. سنتزوج ونجلس وحدنا يا عمه. بقول لك ايه، فهنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش كده. ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخله. ارقصي له يا هند. انتوا كده كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شارده كده وصيحات. طب هل بما ان الاخلاق عندكم كده، هل تسمح لي ان اقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، اتجرؤ ان تقبلها امامي؟ عندما اخرج قبلها كما تريد. ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وانت تعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى اوريك الضحيك. تعالى. ونعم التربية يا هند. مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش يعني مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وابقى عريس. اللي يبقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للمأسف هند عروس.
بتتسأل إن أنت تبقى عروسة، إنه منا صعب عليها إن أنا أبقى عريس. أنا تعبت أوي إنه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الأفراح بس. أوجب وأمشي، كنت أخش كده أبص على العريس والعروشة والمعدن في قلب الكوسة. واحد عليهم. كنت أقول أنت أنا هتزوج أنا كمان وأقعد في قلب الكوسة زيهم. بس يعني يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن ال كده جوه نفسية يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة منين؟ أنا بقول لك أنت جوه يعني خرج اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي يعني أنت بعبعي ماذا تريدين أن تبعبعي؟ أجل إحساس الآن وأمس. أجل هو إحساس الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشغل. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا منى قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ست ده أنا لو هنتحن عربي مش هسمع الكلام باللغة العربية ده كله. أنا أريد إن أنا أتزوجك، ألعب معاك عريس وعروسة. فهمتك. ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي. كله بيحب أوي دينا النور والمشعل دي، النور ما مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابه أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام أنت اللي ملاحظ الليلة. أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم. أمك كمان معنا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة إلا البيض. تبيض يعني إيه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. أنا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. حياتي حياتي. وأمها. أيوة حياتي كده ويسمعني في راجل جوه. أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة. بنت يا بنت يجب إن أنت تهب عليا. وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل. فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلامة. انا عدلتني ام سلامة كرد. ادي امشي بقى. واح يا بقى ده لنا عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليلة معاه. يا حبيبي. والآن أغمض عينيك يا لمبي. تعال. أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن أيوه. افتح عيني. أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول. وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلا أقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وها
هذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ لا عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها أيوة، وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله إت. أجل أجل شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل وعندنا أيضا أصنام بالطين أيوة، وأصنام بالعاج أيوة، وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو، توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده إيه؟ ده كبير فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة راد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل فهم، مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي أيوة، إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. لا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي يا ويحي، لماذا لي انا؟ يا ويحكم انتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر احذر، ألم أحذرك؟ ألم أحذر؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده زي عم زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنز. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير الاهبل اللي فيهم ده. احذر يا عم، احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرع منه. يا قوم يا قوم، تعالوا وانظروا، ارايتم انه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا عيال كفار الملاذيع؟ إنه يصفنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ على ده عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتله. تسلم إيدك. عمو
عمو الشاهد طيب الشاهد طيب الشاهد اشهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله الشاهد اشهد الله اكبر اشهد الله لا اله الا الله جدي اما انت فلترحل غدا لا فلترحل اليوم لا فلترحل الان ده انت حنفي حنفي مفيش كلمه خالص يعني حصلوا حصلوا هيا بنا يا رجال خليك انت كده كياده كده وقعد افرك بنفسك مستكيف انت كده قوي بالكذب بتاع الناس اللي هو انت وقعت في رجاله بعض ماشي بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم الكلب يا كابتن يلا مبسوط يا عمو يا قوم يا قوم يا قوم حريصة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة فليذهب إلى الجحيم لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا ما هذا الحديث يا قوم أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعاً برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل سحقاً لهذا الهراء وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني عندي الحل وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي اللمبي؟ نعم حديثك خبز يا سيدي ونعم الرأي إذن هو ذاك مرحى مرحى إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز وعندئذ أخذه لنفسي أقصد نقتسمه جميعا إذن هو ذاك الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز خدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا بل سأتزوجك وكلام رجال قريش عني كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي يا قوم يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة هيا 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 يا رجال هيا إلى بيت بني هريسة هيا 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 لن أتركك قبل أن أعرف مكانك إيه يا عم؟ ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح غزوه؟ لا أفهمك غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي لا عما قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المنة في المفرق الأخير حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت أين الكنز؟ أيوة كده حاسسين أن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة هيا 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 لن أتركك قبل أن أعرف مكانك انت بقى اريد
مية؟ هاتي كوباية مية. سأحضر القربة. القربة انت هتسقي انا بعود الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم انت فيك حيل ترعد، لسه هتعرف معلومات، ده انت مسافر دلوقتي، هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده. إيه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعدة تشتغل انت. أريده. أيوه. أريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى؟ خليني أخلص بقى. أوه. أوه. إيه؟ أوه. إيه يا عمو الديناصور بيخلص ولا إيه؟ طب قول لي زي ما أنت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا إيه؟ عمو ماذا؟ يا شبت العلامة العلامة خلاص الكون العلامة سكة الندى المفتاح ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة الكنز؟ إذن هيا بنا هيا بنا هيا يلا هنودة هيا السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكاننا وفاشا إنه يفرفر بالداخل يا سيدي إذن فقد قال لك عن مكان الكنز أشر إنه قال لي على مكان الكنز إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز هيا إلى الداخل أسرع لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب وألماس ويقوت خش جوه يلا نو فين دي بقى دلوقتي ديانا اجري بقى اجري بقى يا الهي لقد هربوا بالسر وضاع الكنز طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان لا تتركوا شبراً في المدينة حتى تعثروا عليه أخرقوا دمروا خربوا لا تتركوا امرأة على قيد الحياة شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائماً تعجبني لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز عن مرة من هنا ومعه فتاة شابة ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب عجيب وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله إنه قوض سديد سديد ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده إذن اذهبوا إلى أبي ذهب إنه أقذركم وساخة
إنه رجل أبلة وهكذا زوجته. هيا بنا هيا بنا نبحث. هيا رجال. جبتني. تعرف ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي نحن في متواضع. اجري. حلمني. ماذا نفعل الآن لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح. المفتاح ده هو. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.